يعني السوشيال ميديا أول شيء كان لها دور كبير، انتشار الدكاترة اللي هن صاروا عم يعملوا هالعمليات أكثر وأكثر خلال فترة 25 سنة. يعني أنا بتذكر وقت بدينا باستيراد الفيلرز والبوتوكس بسنة ال 2000، كان حوالي في شيء بركي 15 20 حكيم بيعرفوا يعملوا الحقن البوتوكس والفيلر بوقتها. اليوم كثير من الحكمة صاروا متقدمين جدا وبيعرفوا يعملوا، بيستخدموا البوتوكس والفيلر بطريقة حتى يقدروا يعملوا ما يسمى الميني فيس ليفت، يعني شد الوجه بطريقة بسيطة وسريعة. بس والتكنولوجي كثير تحسنت والسيفتي كثير عالي. البرودكت اللي هن المنتجات اللي هي عم تستخدم عالميا واكثر شيء هي سيف، هيدي ما في مثل ما بيقولوا ما في بحث منها. بس اوقات بنلجأ لانه بيفوتوا برودكتس غير مسجلين غير معترف فيهم، وهذا هو اللي بيسبب مشاكل كثير، مثل ما بيصير ذات الشيء مع الاطباء. اوقات في كثير اطباء بيجوا بيعملوا عمليات وبيسافروا، بيجوا بيسموهم فيزيتنج دكتورز وبيكونوا منهم مرخصين.